السلام عليكم اخوتي الموالية في كل مكان، تحية طيبة. نتمنى كل شيء يكون بخير، طويرات بخير، الحال على احسن حال. المهم موضوعنا اليوم كيف ما كتشوفوا في الصورة هو مرض الميغا باكتيريا. كيف ما كتعرف هذا المرض خطير بزاف وفي سيب طيور ديالنا، وفي الاغلب الى ما رديناش ليه البال كتوفى الطيور لا قدر الله. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنخصو نهضروا على هذا المرض هذا، نشوفوا الاسباب ديالو والاعراض وطرق العلاج والوقايه منه ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. Thank you.